الولاء لغير المسلمين، وإظهار التعصب والغطرسة في وجه المسلمين هو سر تعاطف غير المسلمين دائما وتحيزهم مع هذه الفرقة. ولكن يجهل مسيحي لبنان فتوى شيخ الأحباش بأنه لا يوجد كفار من أهل الذمة في لبنان وفي غيرها من كل بلاد العالم، بل كل الكفار اليوم حربيون، يعني أهل حرب لا عهد ولا سلام بيننا وبينهم. ولذلك أفتى بجواز مقامرة غير المسلمين مسيحيا كان أو يهوديا، بل وأخذ الربا منه ومن وسرقته أيضا، وذلك حينما سئل الأحباش، وذلك كما في كتابه صريح البيان صفحة 133. فقد أجاز المقامرة مع غير المسلم، وأجاز أخذ الربا من غير المسلم. وكذلك سأله رجل عن حكم سرقة جاره النصراني، يعيش هو وجاره في قرية، جاره نصراني، هل يجوز له أن يسرقه؟ فقال الحبشي باللفظ الواحد: إن كان هناك ترتب على ذلك فتنة فلا تفعل، يعني مثل أن يقبض عليه جاره بالسرقة ثم بعد ذلك تحدث فتنة ومشاكل، فحينئذ لا تسرق، لا تفعل. إذن الأصل إذا لم تحدث فتنة أن يسرق. وهذه الفتوى منقولة بصوته، وقد سجلتها على شريط كاسيت، وأرجو أن تكون قد انتشرت وعرفت الآن، وأنا حريص أن تنتشر هذه الفتوى ويسمعها، وأن يسمعها الذين يريدون تصديق الأحباش بأنهم الطائفة المعتدلة التي تستطيع أن تتعامل مع النصارى. وأنا لا أذكر أن هناك من الجماعات الإسلامية الأخرى غير الأحباش من يجيز أن يسرق النصارى بأي طريقة كانت أو يؤخذ الربا منهم. راجعوا فتاوى الحبشي وكتبه وقارنوها بمبادئ الجماعات الإسلامية الأخرى، ستجدون أن هذه الجماعة الأحباش هم الذين يجيزون أخذ الربا من النصارى، بينما لا يجيزون أخذ الربا من غير النصارى، وهم الذين يجيزون سرقتهم، لأن الحبشي شيخهم علمهم أنه لا يوجد كافر ذمي في هذه الأيام، بل كل الكفار حربيون، ولذلك يجوز سرقتهم وأخذ الربا منهم. وإذا جاز أخذ الربا منهم وسرقتهم جاز الزنا بنسائهم، ولا يعتبر زنا لأنهن يكن جاريات أيضا عندهم، وكذلك جاز قتل رجالهم لأنهم كفار حربيين وهم غير معاهدين ولا ذميين، فلذلك يجوز قتلهم أيضا. هذه الفرقة تحاول أن تركب موجة الاعتدال لتكسب بها صدقات المتبرعين، ولكنك رأيت في هذا الشريط المعجزة الإلهية والسنة الربانية أن من تقرب إلى غير المسلمين وأعطاهم ولاءه وهادنهم وكله الله إليهم وجعل ذلته وخزيه وفضيحته بأيدي من يتولاهم. ولقد كذبوا حين زعموا أن الأحباش كانوا دائما على وفاق مع دار الفتوى، وأنهم يعتبرونها المرجع والجهة الرمز التي يجب احترامها. أي احترام من هذا؟ أي احترام من هذا؟ هذا كذب. ولقد كان نزار الحلبي قبل موته يصف دائما الشيخ رشيد القباني بالجبان الرعديد، كان يصفه بالجبان الرعديد. وكانت دار الفتوى لا تزال إلى الآن تطالب الأحباش بتسليم المساجد التي ما زالت تحتلها، وكان نزار حلبي يلهث في طلب مقام دار الإفتاء دائما، وكان ولا زال الأحباش يصفون نزار الحلبي وخلفه بلفظ سماحة الشيخ، وهو لفظ معروف عادة يستعمل كلقب للمفتي. فإذا كان صاحب السماحة عندكم مفتي دار الفتوى، إذا كان صاحب السماحة عندكم معتبرا فتنازلوا عن لقب السماحة له إن كنتم صادقين،
ولماذا لا تحترمون مفتي جبل لبنان وتصفونه بصحفي الراقصات؟ وكان نزار حلبي قبل موته يتهدده ويتواعده ويطلب منه أن يرحل عن لبنان وإلا فالموت. وقد صدق طرابلسي بأن الأحباش زاروا منذ شهرين دار الفتوى، ولكنه كتم حقيقة أن الزائرين كانوا نسبة ضئيلة من الأحباش. أمام الأحباش الآخرين الذين اعترضوا على مبدأ هذه الزيارة واعتبروها إقرارا بشرعية دار الفتوى، وهم لا يقرون بشرعية دار الفتوى، وقد علمهم نزار الحلبي التطاول على مقام دار الفتوى، والأشرطة متوافرة في ذلك وواضحة. ولم يوافقوه على هذه الزيارة، بل انقسموا فيما بينهم، وحصل كما وصفت الجرائد اللبنانية في ذاك الوقت، حصل السباب والضرب أولا، ثم نتف اللحى على باب دار الفتوى بين الأحباش لمجرد أن طرابلسي وغيره زاروا دار الفتوى. وكان الفريق الآخر من الأحباش يشنون الحملات على طرابلسي ويمنعون قبيلة أو جماعة من الأحباش بالتصويت له في الانتخابات البرلمانية، ولعل ذلك كان أحد أهم الأسباب في فشل عدنان طرابلسي. ويتكلمون عن التسامح والاعتدال، أين هذا التسامح يا مرتكبي مجزرة الجامعة العربية؟ يا من فرق شيخكم بين الأب وابنه والزوجة وزوجها، يا من تبحثون للحبشيات عن أحباش يتزوجون بهن بعد أن يطلقن من أزواجهم من أزواجهن غير الأحباش، أين هذا التسامح؟ وقد قبضت السلطات الأمريكية في رمضان الماضي، ألقت القبض على زعماء الأحباش، على 10 من زعماء الأحباش في أمريكا وكندا، وكان من بينهم رياض الناشف ومحمد عيتاني والحسامي ومروان الحسيني وحلمي ضناوي وتنوير صاحب وسمير قاضي، وقد أفلت هذا الأخير مؤقتا، ما أدري إذا كانوا عادوا وقبضوا عليه. ألقوا القبض على هؤلاء بالجرم المشهود حين دخلوا بيت أحد مخالفيهم وانهالوا عليه ضربا بأعقاب المسدسات في مدينة تشيلسي بولاية ماساتشوست بوسطن، وقبضت عليهم الشرطة وهم يفرون من مكان الجريمة، وتمكن هذا الأخير سمير القاضي من الهرب حتى صدور قرار الشرطة، أين هذا التسامح؟ وقد اكتشفت السلطات الإسترالية باصا للأحباش مملوءا بالبنادق والأسلحة بعد اصطدام الباص ومقتل سائقه الحبشي، ثم وضع الأحباش التهمة على صاحبهم الميت، وزعموا أن البنادق كانت تخصه وأنهم لم يكونوا على علم بوجود هذه البنادق، أين هذا التسامح؟ وقد قبضت الشرطة سنة 1992 على أحدهم وبحوزته مسدس في المكان الذي كنت ألقي فيه محاضرة أو خطبة جمعة في أستراليا، أين هذا التسامح؟ وتقارير الشرطة اليومية مملوءة بحوادث الأحباش وافتراءاتهم على خصومهم والضرب والقتال الذي يحدثونه في المساجد، أين هذا التسامح؟ وفضيحة مجزرة طرابلس التي قتل فيها حبشي وأخته أخاهما، لأنه كان يكره شيخهما الحبشي، وانتهى الأمر إلى قتله وتقطيع جثته، وكان قبل أن يموت يتنبأ بأن موته سيكون على يد أخيه وأخته، أين هذا التسامح؟ وزعيمتكم دعد تفسخ عقول الحبشيات من غير الحبشيين وتدبر لهم أزواجا حبشيين، وترتب على هذا فتنة كبيرة وتفتت عائلي أدى إلى كوارث بين العائلات. هذا كله يثبت حقيقة ما عليه هذه الطائفة المنافقة التي فرضت على المسلمين، وفي الحقيقة ليس للمسلمين يد في التخلص من هذه الجماعة التي قد عرضت في هذه المقابلة بصورة الجماعة الإسلامية التي تمثل العمل الإسلامي والفكر الإسلامي وغير ذلك. في الحقيقة هم لا يمثلون تيار المسلمين ولا يمثلون عقيدة أهل السنة كما قلت لكم. على كل حال سنختم هذه الكلمة
ببيان أهم معتقدات الأحباش مما هو شر من اعتقاد كما قال.